تبرع لتعليمهم، حملة أصبحت نبراسا حقيقيا للعمل الخيري الإنساني، والذي تقدم جمعية الهلال الأحمر الكويتي. حملة التبرع انطلقت بعامها السادس وسط ثقة وتفاؤل كبير بأهل العطاء من المتبرعين لتعليم أبناء الأسر المحتاجة داخل الكويت. احنا بديناها من 6 سنوات وقدرنا خلالها تعليم 4260 طالب، منهم 22 من ذوي الاحتياجات الخاصة. الهدف اللي نبي نوصل له هو 5000 طالب. عدد المسجلين عندنا اللي هم بحاجة لدفع رسوم دراسية وفق الشروط اللي احنا وضعناها، اللي طبعا في شروط، لأن مو كل واحد يتقدم، ممكن في شروط معينة، حوالي 13000. بدينا اليوم في 360 مستمر مدة أسبوع إلى يوم الأحد، ثم تنتقل إلى مجمع الأفنيوز، وهي من 10 صباحا إلى 10 مساء. ممكن دفع طبعا في المجمع، الحضور إلى البوث في المجمع، أو ممكن دفع عن طريق الأونلاين، موقع الجمعية الأونلاين، وممكن كذلك اعتبار الزكاة جزء من هذه الحملة. الجمعية تطلق حملتها السادسة داخل الكويت بهدف تغطية أكبر عدد من المتقدمين من الطلبة غير القادرين عن دفع تكاليف الرسوم الدراسية، الذين قد تصل أعدادهم إلى 5000 طالب وطالبة. مثل ما أنتم عارفين أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تساعد المحتاجين اللي موجودين في الكويت وخارج الكويت، لكن هذه الحملة احنا مخصصينها حق الأطفال اللي موجودين داخل الكويت واللي ما يقدرون يدفعون مصاريف دراسية لهم. احنا ندفع جزء من المصاريف لكل طفل من المسجلين عندنا، واحنا أمانة احنا اشتغلنا يعني هذه السنة السادسة على التوالي، والحمد لله حصلنا نجاح بالسنوات الماضية، هو اللي شجعنا وخلانا نستمر وخلانا بالعكس نطالع هدف أكبر. يعني احنا بداية ابتدينا ب 570 طالب وطالبة، السنة الماضية قدرنا نساهم في تعليم 4260 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 22 طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. يذكر أن المشروع التعليمي للجمعية استطاع العام الماضي أن يغطي دفع الرسوم الدراسية لأكثر من 4000 طالب وطالبة، إضافة إلى 22 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتتطلع الجمعية بحملتها السادسة تحقيق رقما جديدا من أهل العطاء والخير. للسنة السادسة على التوالي تواصل جمعية الهلال الأحمر الكويتي حملتها الخيرية تبرع لتعليمهم لمساعدة الأسر المحتاجة داخل الكويت. راد شمري لتلفزيون دولة الكويت.